السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أخوان أشرح لكم كيف تنزل مقطع فيديو في سناب شات من غير ما يظهر للناس أنه من البوم الكاميرا. بالبداية ندخل على سناب شات، وبعد كذا تطلع لك هذه الخيارات، نضغط على هذا الأيقونة من هنا، وبعد كذا بالأسفل نضغط على هذا الأيقونة من هنا على علامة الزايد، وتطلع لك مقاطع الفيديو اللي بالاستوديو عندك. نختار المقطع اللي نبيه، كمثال هذا المقطع، وبعد كذا نضغط على أيقونة الصح من هنا. بعد كذا هنا أهم نقطة يا أخوان، نضغط على هذا الأيقونة ونصور لمدة ثانية ثانيتين أي شيء. بعد كذا تشيل إصبعك من هذا الأيقونة ونضغط على علامة الصح من هنا، وبعد كذا تطلع لك هذا المقاطع اللي انت صورته. نضغط ضغطة مطولة هنا وتطلع لي المقاطع، المقطع اللي اخترته من الاستوديو والمقطع اللي صورته. نأشر على المقطع اللي صورته من هنا ونضغط على علامة الاكس عشان نحذفه، وبعد كذا يقول لك هل تريد الحذف؟ نعم. وبعد كذا يبقى المقطع اللي اخترته من البوم الكاميرا. الآن مجرد ما تنزل المقطع الفيديو في سناب شات ما راح يطلع للناس انه من البوم الكاميرا. أتمنى الشرح كان واضح وسهل. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله.